اهلا وسهلا بكم مشاهدي الاعزاء من قناه الموصليه الفضائيه وحلقه جديده برنامجكم برنامج الموصليه في المتنبي. مشاهدي الاعزاء نحييكم من شارع المتنبي، من شارع الثقافه، من شارع الادب، من شارع الفن، من شارع الحضاره. اليوم راح تكون حلقه موضوعنا اكيد كيف نصنع طفلا مثقفا. يعتبر الطفل من اهم العناصر في المجتمع بحكم انه يؤسس لمرحله قادمه ومهمه في بناء مجتمع متكامل. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء، تعالوا نلتقي مع بعض الشخصيات المثقفه في شارع المتنبي من خلال قناه الموصليه الفضائيه. مشاهدينا الاعزاء مستمر ياكم من خلال برنامجكم الموصليه في المتنبي من مركز الثقافي البغدادي، التقي مع الدكتور فالح القريشي باحث تربوي. اهلا وسهلا بك دكتور. مرحبا بك استاذ جاسم. مرحبا بك دكتور. اليوم احنا موضوع حلقتنا عن كيف نصنع طفله مثقفه وكيف ننميها. نعم، شكرا جزيلا حقيقه على هذا الموضوع الحيوي. الثقافه منطقه مهمه جدا في بناء الانسان قبل بناء الاوطان، والحقيقة الطفل يحتاج إلى أن نربي منذ نعومة أطفاله على حب القراءة وحب الإطلاع. شوف الإمام علي عليه السلام عنده مقولة جدا رائعة، يقول إنما قلب الحدث كالأرض الخالية تستطيع أن تزرع عليها ما تشاء. وعلماء النفس الحديث يقولون أن عقل الطفل صفحة بيضاء يستطيع المربي أن يكتب عليها ما يشاء. يعني الطفل هو عبارة عن عقل فارغ وعقل أبيض ناصع على المربي وعلى المعلم وعلى الأب وعلى الأم أن يزرع فيه حب الثقافة. تبدأ حب الثقافة وحب التعلم والقراءة من البيت حقيقة. إذا كانت الأم والأب يهتمون بالقراءة، يهتمون ببناء طفلهم، عليهم منذ الطفولة أن يأتوا بهذا الطفل. يعني أولا يعملوا له فد مكتبة بسيطة، يشترون بعض المجلات، مجلتي والمزمار، مجلات خاصة بعقلية الأطفال، بعض الكتب البسيطة. نعم. اللي حتى يبدأ بها بالتعلم. نعم استاذ، بس احنا حاليا نشوف يعني غياب المجلات للأطفال، غياب برامج الأطفال أيضا. طبعا هناك قصور في الإعلام العراقي حقيقة وفي الصحافة العراقية للاهتمام بتربية الطفل، لكن اكو مجلات تصدرها وزارة الثقافة والإعلام والآن يتحججون بقلة الدعم المالي. كانت مجلة مزمار ومجلتي، وكانت هناك مجلات كنا في طفولتنا نقرأ، مجلات سمير التي تأتي من القاهرة وميكي ماوس، وتعلمنا وتربينا على هذه. هناك قصص تاريخية جميلة جدا على يكتب. نعم هناك قصصين معروفين، مثلا عبد التواب يوسف هذا المصري رائع جدا، ولدينا أيضا قصاصين عراقيين كتبوا مثلا سيرة عنتر بن شداد العبسي بصورة مبسطة، كتبوا ثورة الإمام الحسين وأصحاب الحسين بصورة مبسطة، كتبوا قصة مثلا المتنبي بصورة مبسطة، سيرة أبو زيد الهلالي، الشخصيات التاريخية العظيمة بسطوها لعقلية الأطفال. سيرة النبي أيضا صلى الله عليه وآله، وسيرة الأئمة، وسيرة الخلفاء الراشدين. أنا أعتقد هذه القصص البسيطة على الأب والأم أن يقتنوها في بيتهم ويعطوها إلى أطفالهم أوقات العطل والجمع، تنمي لديهم الخيال الأدبي وتنمي لديهم المعرفة بتاريخه، بحضارته، برموزه التاريخية، حتى يستطيع أن ينشأ عربيا مسلما محافظا على هويته العراقيه. نعم. نعم دكتور، احنا ايضا تحدثت عن تربيه المنزل او البيت، ايضا هناك تربيه في المدارس مثلا. طبعا هذه المرحله الاولى، او المحضن الاول كما يقول علماء النفسيه البيت، المحضن الثاني المدرسه. كثير مشترك يعني. كثير من الادباء والفنانين والمفكرين والعلماء حقيقه وراءهم مدرس جيد. يعني أنا أتذكر كان لدينا معلم في التربية الفنية إذا رأى طالبا رساما رأسا يحتضنه ويأتي له بألوان وأصباغ وبعض الرسومات وينمي، وأصبحوا فنانين عظماء. كان هوايتك بالابتدائية؟ بالقراءة. أنا كنت أقرأ، المطالعة، كنت أقرأ. أتذكر كان والدي رحمه الله يأتي لنا بقصص الزير سالم وعنتر بن شداد العبسي وأبو زيد الهلالي، وأنا طالب في الخامس أو السادس ابتدائي، وكنت أقرأ له، كان لا يقرأ ويكتب والدي. كيف رفع شان الطفل العراقي، ثقافة الطفل العراقي؟ أولا وزارة الإعلام عليها أن تهتم بمراكز ثقافة الأطفال،
اثنين عليها أن تكون هناك صحافة للطفل، أن تكون مجلات للطفل، أن تدعم كتاب وشعراء الأغاني والأناشيد للطفل أيضا والقصاصين للأطفال، أن تكون هناك مراكز مكاتب مكتبات خاصة باقتناء. نشوفه كله غياب الآن، يعني ما يعني لا يوجد، هو مو غياب 100%، قصور حقيقة. أي قصور، أكو بعض المكتبات. من يتحمل هذا؟ والله يتحملها أنا في تقديري وزارة الثقافة والإعلام بدرجة الأولى، والدولة عدم اهتمامها وعدم وضع مبالغ مالية لتربية الأطفال لأنهم علماء المستقبل وهم رجال المستقبل. في الآن نرى أن الطفل يعني في ضياع في إمارة، على الأب والأم أن يعوضوا عن هذا الضياع. أوكي. إذا الأم والأب كانوا واعيين عليهم أن يهتموا بأطفالهم وينشؤهم على حب المطالعة وحب القراءة وحب الرسم والفن والأدب، أن يختاروا المواضيع اللي موجودة بالتلفزيون مثلا اللي تخص ثقافة الأطفال. أنا أعتقد الطفل العراقي طفل ذكي، هناك كثير من الجوائز العالمية حاز عليها أطفال عراقيون رسامون، وحتى في الشعر الشعبي والشعر الفصيح كثير من الأطفال يعني يؤلفون الشعر، بس يحتاج إلى دعم أكثر. نتمنى. شكرا لك دكتور. الله يعزك ويسلمك. شكرا جزيلا، ونتمنى الموصلية التقدم أيضا والازدهار، لأن الموصل حقيقة بلد المبدعين وبلد المواهب، وهناك أطفال أذكياء جدا بالموصل. على مديرية التربية والمحافظة أن تهتم بإعدادهم ليكونوا نجوما في المستقبل للشعب العراقي. يا عراق ترجع شي أكيد بحالك، ويضحك نهارك يا وطن ويلي يلك. جرحك جرحنا وانت ابونا الغالي، شي تريد اطلب منا ونسوي لك. من اطلب اللي تريده، كيفك تدلل انت وطننا نريدك ترجع الأول. من اطلب اللي تريده، كيفك تدلل انت وطننا نريدك ترجع الاول. يا حبنا الاكبر نحبك اكثر، الله احنا نبوسك من جبينك، ننطيك كل شي وما نوفي بدينك. مرت عليك ايام صعبة هواية، الله يساعد قلبك الله يعينك. انشد حزمنا بزادك يا وطن كلنا، نبنيك حتى نشوفك قطعة من جنة. انشد حزمنا بزادك يا وطن كلنا، ونبنيك حتى نشوفك قطعة من جنة. يا حبنا الأكبر نحبك أكثر، الله شاهدنا عزام التواصل وياكم قناة الموصلية، برنامجكم الموصلية في المتنبي. أيضا نلتقي مع الأستاذ المميز والمحبوب والمتواصل في شارع المتنبي دائما، الأستاذ والصديق فوزي أكرم ترزي، مسؤول الثقافة التركماني. أهلا وسهلا أستاذ فوزي. أهلا وسهلا سيدي الكريم. أستاذ فوزي، إحنا اليوم موضوع حلقتنا كيف نصنع طفلا مثقفا وكيف ننميها. بسم الله الرحمن الرحيم. بدءا أحيي كادر قناة الموصلية متمنيا مزيد من الإبداع والتألق، وتحية عراقية تركمانية من القلب، من العاصمة العراقية بغداد، من شارع المتنبي، من مركز الثقافي البغدادي في هذه الأسبوع من صباحات بغداد، بغداد الحب، بغداد النصر، فإن شاء الله حياة أفضل. نشكر على اهتمامهم البالغ لنقطة مهمة جوهرية حساسة تمس مستقبل ومصير العراقيين جميعا، ألا وهو الطفل. كيف نتمكن بناء الطفل على أسس إنسانية، على أسس وطنية وتربية صحيحة، تبدأ من رياض الأطفال إن صح التعبير، من عائلة ومن الأسرة، من الأب ومن الأم ومن المحيط للطفل. ينبغي مراعاة الطفل على أسس معاصرة إن صح التعبير، بعيدا عن يعني التهميش، وبعيدا عن الإهمال، وبعيدا عن
أساليب قديمة إن صح التعبير، فينبغي احتواء الأطفال واحتضانهم وتوجيههم وإرشادهم على أسس معاصرة تربوية صحيحة، من رياض الأطفال، من الابتدائية، وكذلك من الإعدادية ومن المتوسطة. يعني كيف نفهم شأن الطفل العراقي؟ يعني احنا نشوف الطفل العراقي في المال، في الضياع، نشوفه. بالتأكيد ينبغي حتى وسائل الإعلام إن صح التعبير مقصرة بحق الأطفال. قديما كان لدينا إذاعة تلفزيون واحد، برامج الأطفال يوم الجمعة لمدة ساعة، الأطفال تعليمهم على عادات، على تقاليد، على أمثال الشعبية، على إرشادات كيف التعامل مع الأب، مع الأم، مع المدرسة، مع الصف، مع المعلم، مع المحيط، ما هو مستقبل الطفل، كيف يفكر الطفل، كيف ننمي قابلياتهم، تطوير قابلياتهم، صقل مواهبهم وإرشادهم واحتضانهم واحتوائهم. هذا يعني كان هناك مسابقة أو برامج مسلسلات تلفزيونية بهذا الصدد. ينبغي أيضا المختصين بشؤون الطفل اهتمام البالغ لهذا بهذا المجال. كان هناك مجلة المزمار ومجلتة الذكر، ينبغي على وزارة الثقافة المعنية بهذا الشيء، وكذلك وزارة التربية والتعليم ووزارة المعنية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، ينبغي أن يكون لهم بصمات واضحة بهذا الشأن. أستاذ فوزي براك، أنت تحدثت يعني كان يعني في وقتكم يعني في عندما كنت طالبا في الابتدائية يعني كان أفضل من الآن؟ بالتأكيد نرى بأننا كنا ننتظر بفارغ الصبر مجلتي والمزمار والمشاركات والمساهمات، وكنا نراقب يعني برامج تلفزيونية للأطفال. لا نرى الآن في أي قناة من قنوات برامج الأطفال توجيههم إرشادهم من قبل معلمين مدرسين ومن قبل مشرفين تربويين ومختصين بشؤون علم النفس وعلم الأطفال، لا نرى في أرض الواقع. أدعو من هذا المنبر الحر القنوات الإعلامية المرئية وخاصة والمسموعة والمقروءة اهتمام البالغ للطفل، هم رجال المستقبل، هم بنات الأمة والشعب إن صح التعبير. والآن هناك معاناة كبيرة للأطفال من إهمال، من إجحاف، من تهميش، من إقصاء، سواء بشكل مقصود أو غير مقصود. من هم برأيك السبب؟ يعني الدولة، وزارة الثقافة، التربية، البيت؟ بصراحة سيد الكريم يتحمل المسؤولية الجميع إن صح التعبير بما فيهم المتحدث. ينبغي أن يكون تنسيق عالي المستوى بين العائلة والأسرة والمدرسة، أهم شيء المدرسة، لأن الطفل يقضي أكثر أوقاته مع المعلم، مع المعلمة، مع الطلبة، مع الأساتذة، فينبغي مسؤولية ملقاة على عاتق التربية والتعليم. فلهذا نرى ينبغي تربيتهم على أسس وطنية، وكذلك زرع روح المواطنة والهوية العراقية في نفوس وفي قلوب الأجيال القادمة. نرى نتيجة هذه الحروب، نتيجة الحصار، نتيجة الويلات، أصبح نوع من الإهمال بهذا الصدد. أيضا أستاذ فوزي، يعني نلاحظ هناك في دول عربية وأجنبية، نلاحظ طفل لو موهبة يهتمون به، بس احنا بالعراق ما نشوف الاهتمام به. بالتأكيد نرى بأن أنا خلال التماس المباشر مع رياض الأطفال، مع المدارس الابتدائية، وخاصة أحيي إعادة رفع العلم بالشكل الأفضل والكشافة، وكذلك صقل مواهب الموهوبين والمتميزين. حتى الآن لم نلاحظ هناك درس فنية، الرسم كان قبل، حتى غياب درس الفنية ودرس الرياضة. اي بالتأكيد نقطة مهمة أحسنت، التربية ينبغي عدم إهمال درس التربية والفنية وكذلك الرياضة. الرياضة أوصى نبينا خاتم الأنبياء أوصى بالرياضة، وكذلك الرسم والخط والمسرح والفن، هذا جزء مكمل لبنية الإنسان العراقي. خير دليل على ذلك نرى بأن بغداد أصبحت عاصمة الثقافة العربية. لماذا؟ لأن مهد الحضارة، نحن علمنا العالم القانون، نحن علمنا العالم الموسيقى والفن والخط والرسم، وعلمنا العالم كل ما تعني الكلمة من حضارة ومن تاريخ ومن إرث ثقافي نابع من صميم أمة تهوى السلام والحياة والوئام. أستاذ فوزي، عندما كنت طالبة في الابتدائية شنو كان اهتمامك، شنو كان حبك لأي يعني من المواد، مثلا رسم، رياضة، أو مواد مثلا؟ الطفل يكون مقلد إن صح التعبير، يعني يشوف بالتلفزيون أي شيء يشوف يقلده، أو يقلد الأب ويقلد الأم. مرحلة الطفولة بصراحة كثير المواهب، رياضية كانت، ثقافية، فنية، رسم. يعني والدتي الله يرحمها كانت تشجعني تقول خطك حلو، مع العلم خطي مو حلو، أنا أحاول يعني تشجيعي يعني. فلهذا ينبغي على المعلمين والمدرسين، أنا خلال
يعني ابني مصطفى الصغير اشوف احسنت يا شاطر يجيبني، هو انطافت معنويه، بابا كاتب لي شاطر ومنطيه 9.5، هذا محفز النص ليش؟ حتى يكون يصير 10 اكثر، يعني استخدام اساليب جديده معاصره حتى نتمكن تخطي هذه المرحله وبناء مجتمع زاهر ومجتمع متحضر معاصر. دكتور رايك يعني عصر التقنيات الان فيس او الانترنت خدم الطفل او اهمل الطفل؟ بصراحه هناك ايجابيات هناك سلبيات ان صح التعبير، نرى بان انقطاع العائله عن هذه الاواصر الاجتماعيه فيما بينهم وبين الاب والعائله وبين الطفل، الكل مشغولين بهذا التواصل الاجتماعي بالفيسبوك واتساب وفايبر وهذه التقنيات الجديده، نرى بان هناك نوع من القطيعه الاجتماعيه ان صح التعبير، فلهذا لقد آن الاوان على الاقل باليوم ساعه واحده ان يكون هذا اللمه الحلوه العراقيه على مائده واحده او الجمعه او العطله، وكذلك اعطاء ارشادات توجيهات انسانيه وطنيه اخلاقيه عائليه، هذا النسيج هذا الفسيفساء الجميله من كافه مكونات وزرع روح المواطنه العراقيه، يعني حتى يحس الطفل بالعلم العراقي وبالسياده العراقيه وبالعراق وصله بالارض ان صح التعبير. شكرا استاذ فوزي اكرم ترزي على كلامك جميل، مسؤول الثقافه التركمانيه. انا اشكرك شكرا جزيلا وادعو ايضا وزاره الثقافه وخاصه مديريه رياض الاطفال او اهتمام البالغ اكثر فاكثر واصدار اصدار مطبوعات وكذلك اعاده مجلتي والمزمار وكذلك القنوات الفضائيه اعاده البرامج للاطفال من قبل مختصين بشؤون الاطفال حتى نتمكن بناء الانسان العراقي وهذا الجيل الجديد نحو الافضل ان شاء الله. مشاهدي الاعزاء مستمر وياكم قناة الموصلية الفضائية برنامجكم الموصلية في المتنبي بموضوع حلقتنا كيف نصنع طفلا مثقفا، واحنا الان بين اطفالنا الحلوين راح نلتقي وياهم نتحدث وياهم من خلال البرنامج. السلام عليكم. السلام عليكم. زينة. يا صف؟ صف سادس. شنو موهبتك؟ للحسين. شنو تجسيد لثورة الحسين. ايضا بالمدرسة يعني ترسمين عندك مساهمات مشاركات؟ ايه. منو يشجع دائما يشجعك؟ ها؟ منو اللي مشجعك دائما يعني تساعدك؟ بابا وماما. بابا بالمدرسة ايضا مثلا؟ ايضا شاركتي مثلا مسابقات؟ ايه. يعني اكو اهتمام بالمدرسة مادة الرسم؟ ايه اكو. عندكم درس الرسم؟ ايه. عندكم درس الرسم؟ اي بس قليل مو اكثر. قليل يعني؟ ايه. يعني مو هواي يعني بدرس الرسم؟ نعم. انت ايضا يعني شاركتي مسابقه فزتي بمسابقه اي اي مرة الثالث فزت اي نعم. شنو دائما ترسمين بالبيت؟ ارسم هيك منظر طبيعي. منظر طبيعي اي يعني انت من عندك ترسمين او بابا ماما؟ لا لا انا ارسمه بس مرات اي من كنت هيك بابا يعلمني بس هسه ظلت ارسم منظر طبيعي. نعم تدري اكيد يكون بالدراسه ماده الفنيه او رسم يكون دائما كل اسبوع مره مرتين تاخذه مو؟ ايه قليل عندكم قليل إيه الرسم قليل مو اكثر. نعم. تسالين المعلمه شو تقول لك؟ تقول لي لا تقول لي زينه ايه يلا ايش حافظ على شيء؟ ها؟ العراق الغالي هذا يلا احنا الفناس يلا يلا عراق الغالي يا عالي عراق اجدادي عراق اباء واجدادي سهرنا عيونا لك ونحن سهرنا اياما وليالي بابا هاي شكرا لك عافيه شكرا عمو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله حسين رضا حسين انت بأي مدرسه؟ مدرسه الهجه الابتدائيه مظهر كشافه المدرسه عندكم رسم عندكم رياضه؟ نعم دروس مثلا؟ نعم نعم شنو ترسم بالمدرسه؟ بالمدرسه مناظر طبيعيه و يعلموكم؟ نعم والرياضه ايضا عندكم؟ نعم نعم عندكم رياضه؟ نعم السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم الحمد لله اسمك محمد صادق محمد صادق شو عندك اليوم المتنبي ها نسوي الفعاليات شنو الفعاليات فعاليات يعني نحط المجلات ويجون الاطفال يعني يلونون يعني برايك اكو اهتمام يعني لكم مثلا من المدرسه من التربيه نعم اهتمام
تمام لكم مالكم؟ نعم. شو يعطوكم مثلا دروس الرسم ودروس الرياضة بالمدرسة؟ نعم. عندكم؟ نعم. كل هذه رياضة ورسم؟ نعم. وانت شو تحب تصير؟ طبيب. طبيب؟ نعم. اليوم أنا مشاركتك كشافة قلت مو؟ نعم. منو المسؤول عليكم؟ الأستاذ أبو بتول. من يجي من يا منطقة؟ من المنصور. من المنصور؟ المنصور جاي حتى تقدمون فعالية حتى تقدمون كشافة. نعم. نعم. وانت ايضا ويوم؟ نعم. وانت؟ واحنا كلنا كشافة. شو اسمك؟ مسلم. مسلم شو عندكم اليوم؟ عندنا فقرة حسينية نقدمها هنا أنا بالمتنبي، نخلي الأطفال يشاركوا ويانا ونفهمهم. ترسم أنت؟ إحنا ساعة يعني نساعد. تلعب رياضة أكثر شيء؟ أنا ألعب رياضة. شنو رياضتك؟ أحب لا التايكواندو. تايكواندو عافية. أكو بدكم مادة مثل درس رياضة أكو بتايكواندو؟ لا بس يعني أنا خارج المدرسة. درس يعني بالمدرسة؟ رياضة إي أكو فنية. كل أسبوع؟ إي كل أسبوع. لا يعني مثلا كل خميس احنا عندنا درس فنيه ورياضه. نعم. انت كل شو تحب تصير؟ ضابط. ضابط؟ يعني رياضه وضابط؟ اي. يلا شكرا لك. انا. السلام عليكم. وعليكم السلام. زين الحمد لله. افنان بلال. شنو؟ افنان بلال. افنان شو شفناه؟ زين الحمد لله. افنان قالوا ترسمين بالبيت؟ اي. شنو ترسمين؟ رسم يعني مثل منظر طبيعي بيت ويعني اشكال. اشكال، منو دائما مهتم بيك يعني يشجعوك بالبيت؟ بابا بابا والمعلم ايضا؟ ايه نعم. يا صف انتي؟ هروح الخامس ان شاء الله. خامس. بترسمين ايش قد ينطوش الدرجات؟ يعني زينه يعني ان شاء الله. انت برايك يعني اكو اهتمام بالمدرسه ماده الرسم او ماده الرياضه؟ اي نعم. اكو اهتمام؟ نعم. يعافيك. متك باش تحب تصيرين؟ طبيبه. طبيبه. طبيبه قصيده بابا. يلا قصيده. للعراق غني، للعراق غني، انا من اطفال العراق. صوتي حلو الحين أغني، يطرب من يسمع ألحاني، ويميل الطير عن الغصن. أغنيتي تحكي عن وطني، عن حبي للناس وعني، عن أرضي وربوع بلادي، وجنان رائعة الإحسان، عن أمجادي عن أجدادي، عن قيمي وملامح لوني. أنا من أطفال العراق، العراق أغلى مني، بدمي أفديه وبعمري لا يبرح قلبي وعيني. يا أطفال بلادي غنوا وانشدوا مثلي للعراق. تحبين العراق وايد؟ أحبه. قد تحبين العراق؟ قد الدنيا. أحبك يا عراق يا بلد الحبايب، ذايبان بيك وانت بدمي ذايب. أحبك يا عراق يا بلد الحبايب، ذايبان بيك وانت بدمي ذايب. يسألوني عليك وابجي من الحزن، رغم ما صار بيك تبقى أجمل وطن. يسألوني عليك وابجي من الحزن، رغم ما صار بيك والله أجمل وطن. أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب، أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب. اسمك على جدران الزمان، بعدك يا حبيبي أظل بلا مكان. كتبت اسمك على جدران الزمان، بعدك يا حبيبي أظل بلا مكان. يسألوني عليك وابجي من الحزن، رغم ما صار بيك تبقى أجمل وطن. أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب، أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب.
جديد أعيش شلون أعيش وأنا عنك بعيد يا حب القديم يا حب الجديد يسألوني عليك وتشم من الحزن رغم ما صار بي والله أجمل وطن أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب أحبك يا عراق. مشاهدينا الاعزاء مستمرين لك ايضا تقي مع الاخ والصديق اللي دائما نشوفه في المتنبي الاستاذ ماجد مهدي. نعم. اهلا وسهلا استاذ جاسم، تحيه الفضائيه الموصليه الرائعه والجميله. نعم اقول لك ايضا تحيات الموصل لك. اهلا وسهلا. حديثنا عن ثقافه الطفل، كيف نصنع طفلا مثقفا؟ نعم، تشكل ثقافة بصورة عامة عاملا مهما لبناء الإنسان، ونبتدئ بالطفل. طبعا ثقافة الطفل تشكل عنصرا أساسيا من خلال اطلاعه على المعلومات، تبدأ مثلا على سبيل المثال من الشعر والقصائد، كنا في الابتدائي الكثير من الأشعار ما زلنا نحفظها. بدلاً طبعا كان الاهتمام هي الأشعار الجميلة، مثلا على سبيل المثال المهندس الصغير، البلبل الفتان، على الوطن خلصت يوم، فكانت بصراحه اشعار جميله معززه بالرسومات، تلك الرسومات التي ما زلنا نتذكرها لحد الان، وجميل جدا من صفحات النت والتواصل الاجتماعي بين فتره واخرى. نعم. نرى هذه الصفحات او هذه الاشعار ونستذكر الطفوله. نعم. طبعا الشعر الاطفال يشكل ايضا عامل مهم كما قلت في بناء الطفل، لان ادب الاطفال ادب صعب، هناك روايات مثل الطفل او مجلد خاصة. على سبيل المثال كنا نقرأ مجلة مزمار ومجلتي. نعم، وحاليا عفوا جريدة الصباح كل أسبوع تصدر ملحق، هو شمس الصباح كل خميس. نعم يعني اكيد، كيف نرفع شان الطفل العراقي يعني برايك انت كونك انت؟ نعم طبعا نرفع شان الطفل من خلال حضوره يعني المؤتمرات او الاجتماعات، نصطحبهم مثلا هنا على سبيل المثال للمتنبي، نزودهم مثلا بالكراريس والمجلات، مجلات قليله يعني مجلات. السبب اعتقد يمكن سبب هو التقشف، مع ذلك مثلا على سبيل المثال ملحق الصباح شمس الصباح كل اسبوع مشكورين، يعني شبكه الاعلام وال مسؤولين على جريدة الصباح تصدر يعني فد ملحق كلش رائع، يعني اللي يمكن أن يثقف الطفل ويطلع، وأيضا فيه معلومات يمكن للكبار كذلك. يعني أيضا يعني حاليا نعم. وجود الإنترنت وجود نعم. يعني يأثر على الطفل لا بالعكس، يمكن صفحات رئيسية تنمي الطفل، يعني على سبيل المثال مثلا كيفية التعلم مثلا الرسم، أو مثلا على سبيل المثال قراءة الأدب الأطفال. ماسك الموبايل ساعات وعافية. طبعا هنا تتعلق بالعائلة، كيف يكون العائلة نعم كيف توجه تقسم الوقت أو توجه الطفل، وأحيانا مثلا الطفل يمكن يستفاد من معلومات من يمكن محاضرات يمكن في الإنترنت. وهنا مثلا شارع المتنبي هناك قاعة هي المتنبي الصغير أرى الأطفال، وهناك أساتذة قائمين على التعلم أو رسومات الجميلة وتوعيتهم، شيء مشكور من هنا من المركز الثقافي على هذا المنتدى، يعني منتدى البيت الطفل. نعم شكرا استاذ، تحياتي لكم وتحياتنا للموصل الجميلة وفضائيتكم الرائعة وتواجدكم الأسبوعي في هذا المكان، المكان هو المشع المشرق لبغداد والعراق، هو شارع المتنبي وملحقاته. نتحدث عن الطفل، كيف نصنع طفلا مثقفا وكيف ننميه؟
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت كما تعرف بأن الطفل هو اللبنة الأساسية والبداية الحقيقية بالنسبة للمستقبل الأجيال. يجب علينا أن نولي الطفل ثقافة خاصة بعيدة عن ثقافة الإرهاب. وأنت كما تعرف بأنه خلال هذه السنين التي مرت على البلد من حصارات وحروب وغيرها أدت إلى تشويه ثقافة وفكر الطفل. لذلك علينا وعلى كافة مؤسسات الدولة من وزارة الثقافة ومن مؤسسات مجتمع مدني ومن وزارة التربية ومن كل المؤسسات التعليمية والتثقيفية التي لها دور في إحياء ثقافة جديدة وفكر جديد إلى الطفل. يجب علينا أن ننمي هذه الثقافات لدى الأطفال، وذلك من خلال تنمية ثقافة حب الوطن، تنمية ثقافة حب المشاركة مع الآخرين، تنمية ثقافة التسامح والحب والتآخي مع كافة أقرانه لكي يغدو لنا في المستقبل شابا ناضجا واعيا. لأننا أنت كما نعرف بأن الطفل هو تعليم في الصغر كالنقش في الحجر. لذلك علينا أن نضع اللبنات الأساسية الأولى لثقافة جيدة بالنسبة للأطفال. سعدنا أنت برأيك، يعني إحنا حاليا يعني نلاحظ في العراق ضياع الطفل بين الإهمال. يعني بصراحة هناك سابقا هناك مجالات الأطفال، كونك مسرح أطفال، برامج أطفال، هسه نشوفها قلة في الفضائيات، قلة أيضا في الإصدار. فعلا نحن الآن نعاني من إهمال كبير بالنسبة لثقافة الأطفال، وهي مع الأسف نتيجة التغيير الذي حصل لدينا نتيجة الحرب ضد الإرهاب. انشغلت الدولة في كافة مؤسساتها من التوجه نحو الطفل وتنمية ثقافته وإصدار الإصدارات والمجلات والكتب والمطبوعات التي تعتني بثقافة الطفل. ثقافة الطفل تعتمد على استقرار البلد. نحن سابقا عندما كان بلدنا مستقرا وموحدا كانت هنالك كثير من المطبوعات والأماكن الترفيهية بالنسبة للأطفال، وهذه حاجة مهمة الأماكن الترفيهية بالنسبة للطفل، لأننا نعرف الطفل كثير الحركة والنشاط، ويجب أن نستثمر هذا الحركة وهذه النشاط في الأشياء المفيدة له من خلال توفير المسارح والمطبوعات. يعني برأيك يعني الإنترنت ووسائل الفيس والتقنيات نقمة ونعمة للطفل؟ هذه سلاح ذو حدين. هي نقمة عندما لا تكون هنالك متابعة رصينة وقوية من قبل الأهل والأصدقاء بالنسبة للأطفال، ولكنها أيضا نعمة لأنها أصبح العالم قرية صغيرة بالنسبة للطفل. ممكن أن أي شيء يحتاجه في من معلومات يجده في وسائل الاتصال والإنترنت والجوجل وغيرها من الأمور التي من ممكن أن تنمي قابلية الطفل وتزيد من معلوماته. لذلك يجب أن يكون استخدام الإنترنت وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي بإشراف الآباء وإشراف الأهل. نعم. هنا أيضا في مدينة الموصل إن مر الاحتلال مدينة الموصل عن الطفل الموصلي، كيف نرفع شان الطفل في مدينة الموصل برأيك يعني؟ نعم فعلا الأطفال في مدينة الموصل وغيرها من المدن التي احتلها داعش الإرهابي، حيث زرع فكر جديد لدى الأطفال في كافة المدن التي احتلها ومنها الموصل والرمادي وصلاح الدين وغيرها. لذلك علينا كافة بتضافر كل الجهود من قبل أشخاص ومن قبل مؤسسات من أجل خلق جيل جديد ومن أجل تغيير الأفكار الظلامية التي حاول أن يزرعها داعش في فكر الأطفال. وعلينا أن نستخدم دائما في هذه الفترة ثقافة التسامح والتعايش والتآخي بين الأطفال وحب الوطن والانتماء للوطن. هذه ضرورية بالنسبة لغرض تغيير تفكير الأطفال. سعدنا، ما كنت طالب في الابتدائي، شنو كان موهبتك؟ والله أنا كان في البداية يعني متميز بالشعر وبالرسم وعرافة الحفل دائما كنت مثلا. شنو كان دائما تشاهد أفلام كرتون؟ في وقتنا كان كرتون باباي. باباي هو من أفلام كرتون التي كنا نحرص على مشاهدتها. شكرا أستاذ عدنان. شكرا جزيلا لكم لهذا الموضوع الشيق. شباب العراق شباب العمل، شباب النضال أبي بطل. شباب العراق شباب العمل، شباب النضال أبي بطل. عريق الكفاح لنيل الصلاح، طويل الجهاد لعز البلاد. عقدنا عليه عظيم الأمل، شباب العراق شباب العراق.
شباب العراق شباب العمل، شباب العراق شباب العمل، شباب النضال نبي بطل، عريق الكفاح بنيل الصلاح، طويل الجبال بعز البلاد، عقدنا عليه عظيم الامل، شباب العراق شباب العراق شباب العراق شباب العمل. شباب العراق شباب الغدي، أمين النوايا نزيه اليد، شباب العراق شباب الغدي، أمين النوايا نزيه اليد، عظيم الطموح نبيل الجموح، شباب الكرام بدار السلام، عقدنا عليه عظيم الأمل، شباب العراق شباب العراق شباب العراق شباب العمل، المجد يمضي عزوما عنيدا، وبالعلم يبني عراقا جديدا، المجد يمضي عزوما عنيدا، وبالعلم يبني عراقا جديدا، يداك البناء وفيك الرجاء، تنادي بلادي بحقل ووادي، عقدنا عليه عظيم الأمل، شباب العراق شباب العراق شباب العراق شباب العمل، شباب العراق شباب العمل، شباب النضال نبي بطل، عريق الكفاح بنيل الصلاح، طويل الجبال بعز البلاد، عقدنا عليه عظيم الأمل، شباب العراق شباب بوس البابا وبوس الماما وبوس الموطن، والكل طفل بهذا العالم يسعد نتمنى، نكتب كنا على الصبورة يا رب احفظنا المعمورة، وتغني ويانا العصفورة ونردد كنا، بوس البابا وبوس الماما بوس الموطن، اكيد بوسة لعراقنا الحبيب والجميل. مشاهدينا الاعزاء، بعد ما استمتعتم بعد ما شاهدتم بعض الشخصيات تتحدثوا عن ثقافة الطفل، اكيد راح نستمر وياكم من خلال برنامجكم برنامج الموصلية في المتنبي في حلقات قادمة وفي مواضيع اخرى وجميلة. كان وياكم في الاعداد والتقديم انا جاسم حيدر، وايضا معي زميل المصور عبد الستار الرفاعي، نقول لكم الى اللقاء ومع السلامة.